وفيما يخص الكيراتين هل نفس الشيء؟ فيما يخص الكيراتين للأسف البحوثات كل مرة يهدروا على مكون باللي سيء، ينزعوه يضيفوا مكون جديد مجهول ما نعرفوش، يقولوا مثلا سون بارابان، ومن بعد يجي مكون في مكان البارابان، وبعد بعد سنين يقولوا بلي المكون هذاك ماشي مليح. معناها ما كانش دراسات اللي تأكد خلو هذه المنتجات من الأمور اللي تأذي الشعر وفروة الرأس.